الو، مساء الخير يا محمد. مين؟ انا اللي هو رفعت. تحت امر سعادتك يا باشا. تعالى لي المكتب حالا، انا عايزك في حاجه مهمه. مسافه السكه سعادتك. سلام. في رعايه الله يا باشا. والله عفارم عليك يا ابو لغب. انت تؤمر يا كبير، انا دايما في الخدمه. انت عارف اكتر حاجه عجباني فيك ايه؟ قول يا كبير. انك قدرت تقتل الضابط ده من غير ما يضرب ايك. ايه ده، احنا بنقتل مطاريد في قلب الجبل، يبقى مش هنقتل حته ضابط بيتمخطر على البحر. بس انت اتاكدت ان الضابط مات ولا لا؟ عيب يا كبير، هو انا هاوي؟ القتل دي شغلتي، ودبحت لك مرته كمان. ملاش دعوه بالحساب، هديه مني. اباي، دبحتها ليه؟ لزوم التامين ونظافه الشغل، احسن تعرف اوصافنا وتبلغ عنينا. المهم الضابط مات ولا لا؟ وزمان السمك بيتعشى بيه دلوقتي. الله يطمن قلبك يا ابو لغم. خد بقيت المقاولة زي ما اتفقنا، حلال عليك. هو ده الكلام؟ يا سلام. تعرف يا كبير، انا كان نفسي من زمان اخدمك لانك راجل دغري وكانت كلمتك. بس ما تاخدش عليها، يعني هي مرة وعدت. انت عارف انا راجل طول عمري يدي نظيفة وخاف ربنا. تعرف الضابط اللي انت قتلته ده قتل والدي جابر، وبينه وبينه طار، وكان لازم ناخد طاري منه. عندك العيب يا كبير. طالما نفذت اللي مطلوب منك وعملت اللي عليك وشقيت، يبقى لازم تاخد حقك. ايوه كده، اصل ما تندليش لقمه في زوري ولا يهنالي بال لما اكون شقيان بيه. امال ايه؟ اليد البطاله نجسه. روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك. ابا ابا ابا، الدعوه دي ليا ولا عليا يا كبير؟ على كد نيتك عادي يا ابو لغم. الكبير كبير برضك يا كبير. ادخل. خير يا فندم؟ في خبر مش كويس بس لازم اقوله لك. في ايه يا فندم؟ حكى لقيتني. في افراد مجهولين اقتحموا اليخت اللي فيه المقدم حسام وزوجته سلمى واعتدوا عليهم بالضرب. امتى حصل ده؟ النهارده الصبح. طب حسام كويس؟ حسام دلوقتي في العنايه المركزه في مستشفى في الغردقه. طب وسلمى؟ سلمى تعيش انت، شد حيلك يا محمد. المدام جت لنا خلصانة، ما لحقناش نعملها حاجة، وماتت هي والجنين اللي بطنها. هي كانت حامل؟ لا لا. طب حسام يا دكتور؟ وضعه سيء، أنقذه في الوقت المناسب. الحمد لله انكتب له عمر جديد. يعني حالته هتتحسن إن شاء الله. ان شاء الله يا ابني، لازم يكون في امل. ادعي له ادعي له. الحمد لله على السلامه محمد بيه. الله يسلمك. انا رقيب ايهاب هيبه من غفر السواحل. ايه اللي حصل؟
في الحقيقة احنا جات لنا اشارة استغاثة من يخت في عرض البحر، وحددنا مكانه من خلال جي بي اس. الف مبروك علينا يا كبير. اجده جابر ومحروس يرتاحوا ودمهم يبرد في تربتهم. المهم حشوفك ميته، ما تعوقش علي يا ابوي. وعليكم السلام. ايوه كده ميل وسقيني يا ود عمي، ميل وسقيني. انا مش عطشان كتابي تخسر اهدي. هو انت ما بتعرفش تقرا؟ لا يبقى ملك. ميل وسقيني. انا مش عطشان يا ود عمي، حبك يرويني. ميل وسقيني يا ود عمي، ميل وسقيني. يا سلام يا سلام عليك يا سيدي. الناس لما بتبقى رايق، طب فرحنا معاك وقول لنا فيه ايه. الكلب الظابط اللي كان فاكر نفسه يا مهنا ويا مهناك، وناطط لنا في كل عمليه واخر المتمه، استجرى وبد يده وقتل اخويا جابر. كان لازم نجيبه خبره. صح صح. وعملتوا فيه ايه؟ ولا حاجه، ذبحنا له مرته، وبعد كده قتلناه ورمينا جثته للسمك. يستاهل قتلك قتله دي. ايوه يستاهل يستاهل. الله يرحمه. بتقول ايه؟ انا قصدي اقول الله يرحمه غرف دهي. ميل وسقيني يا لا تاني تاني يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد يا صغر سني وانا بالهوى. يا واد يا واد يا واد يا واد من صغر سني وانا بالهوى. محمد حسام فين؟ حسام فين؟ محمد حسام فين؟ بنتي بنتي فين؟ سلمى فين يا محمد؟ انت يا محمد سلمى فين؟ ما تنطق بنتي سلمى فين؟ انت شقتنا الجديدة شكلها وشها هيبقى حلو علينا. يلا هعمل لك الغدا. لا حبيبتي ماليش نفس. ليه مالك؟ انا جيت بس عشان اقول لك حضري لي شنطة عشان لازم امشي على طول. حضر لك شنطة. انت رايح فين؟ مفيش حبيبتي. اصل اصل ايه يا معتز؟ في ايه؟ حسام وسلمى مالهم؟ نصطلوا عليهم هما في الغردقة او ضربوهم. طب حصل لهم ايه؟ حسام في العناية المركزة. سلمى تعيش انت. لا حول ولا قوة الا بالله. ان الله وانا اليه راجعون. ايه اللي انت عملته ده يا سمونير؟ يا فتاح يا عليم، انا ازاي كريم على الصبح؟ ايه الدخله دي؟ مفيش صباح الخير؟ وهيجي منين الخير؟ الله، مالك يا بنتي في ايه؟ ده اخوك اللي من لحمك ودمك، تمضيه على ايصال امانه، مش عيب عليك يا منير؟ الله 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 الله. انت عرفته ولا ايه؟ هو في حاجه بتستخبى؟ يا بنت يا بنت، انا بضمن حق انا وانتي، احنا اخوات شايف الشرع بيقول كده. بقى الراجل متعشم فيك خير تقوم تزلي نفسه وتمضيه على ايصال امانه يا منير؟ اغص عليك. وطي صوتك يا بنت شويه ولمي نفسك فيه يا منير. هو انا لسه عملت حاجه وديني وما اعبد لكن قايله للحاج وحكي له على كل فضايحك واللي يحصل يحصل. اعملي اللي انت عاوزاه واعلى ما في خيلك اركبيه يا منيره، وانا حر. ماشي ماشي يا ابن ام وابويا، انا هوريك انا هعمل ايه. الله يرحمك يا حسام بيه انت ومراتك، يا ما حذرته. قلت له يخلي باله من منصور، استهون بكلامي وادي النتيجة. جرى ايه يا طاهر؟ امسك اعصابك لحد ياخد باله من حاجة. ده انت في عش الدبابير، دول عالم ديابة. وهدان طاهر، انت زفت يا طاهر؟ انتم نمتم؟ ايه امرك يا سيدي الناس؟ هات لي قزازة شمبانية، أصل ما جانيش نوم واصل، عاوز احتفل على روح المرحوم النهاردة. أوامرك يا سيدي الناس. قوام. الله يرحمك يا حسام باشي، على آخر الزمن هفرج ويسكي وشمبانية على روحك.